الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهذا الحديث يفسر بعضه بعضا. فالله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول ابن آدم متعجبا: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ والله عز وجل منزه عن المرض سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا أن هذا الحديث يفسر بعضه بعضا، فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، فدل على أن المراد بالمرض فهو مرض العبد، ولكن ما عند الله عز وجل هو الثواب. قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا الحديث يفسر بعضه بعضا. وقال: يا ابن آدم، يقول الله سبحانه وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ والله عز وجل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ولكن معناه كما قال سبحانه وتعالى: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث في السقيا كذلك. وهذا يدل على فضل هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى فيما يكون يوم القيامة، وهي عيادة المريض وإطعام الجائع وأيضا سقي الظمآن. فهذه من الأعمال الجليلة العظيمة. وقد ساق المصنف هذا الحديث من أجل العمل الأول، وهو عيادة المريض، في قوله: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعدك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إلا أعطاك الله عز وجل هذا الثواب كاملا موفرا في عيادة المريض. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني. وعيادة المريض تكلمنا عليها، وإطعام الجائع معناه واضح، وأما العاني فهو الأسير المسلم الذي يكون عند الكفار في الحرب. فهذا يجب وجوبا على المسلمين إذا استطاعوا أن يفكوه، إذا قدر المسلمون على فكه ولم يفكوه فإنهم آثمون جميعا. فيجب فك العاني المسلم إذا كان في يد الكفار، لأن العاني المسلم إذا كان عند الكفار فإن يد الكفار عالية عليه، فلذلك وجب على المسلمين أن يفكوه، وهذا الأمر للوجوب، وهو من فروض الكفاية.
إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن البقية، ولكن إذا استطاع المسلمون أن يفكوه ولم يفكوه جميعا آثم الجميع. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وهذا من الحديث العظيمة التي ترغب في عيادة المريض، أن الذي يعود المريض يكون في خرفة الجنة، يعني في جناها وفي ثمرها، وهذا مما يدل على فضل زيارة وعيادة المريض. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث من الحديث التي ترغب أيضا في زيارة وعيادة المريض، إما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فإن زرته في الصباح دعا لك 70,000 ملك حتى تمسي، وإن زرته في المساء دعا لك 70,000 ملك حتى تصبح. وهذا من أعظم ما يرغب في زيارة وعيادة المرضى. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وهذا حديث إسناده لا بأس به، ولا بأس بالعمل في مثل هذه الأحاديث، لأن لها أصل. وعيادة المريض بلا شك أن فيها أجر عظيم في الأحاديث الصحيحة الثابتة. وهذا الحديث وإن كان مختلف فيه، إلا أن كثيرا من العلم يحسنونه بمجموع طرقه. وبعضهم استشكل، يعني أسباب تضعيف بعض العلم هذا الحديث، استشكل هذا الفضل الكبير، قالوا: من دلائل ضعف الحديث الثواب العظيم على العمل القليل. ولكن هذا لا يسلم مطلقا، فهناك أعمال قليلة لكن أجرها عند الله عظيم. فمسألة كثرة الثواب على العمل القليل ليست دليلا على ضعف الحديث مطلقا، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا عمل، وهذا في الحديث في الصحيح مسلم: تملأ ما بين السماء والأرض كلمتان سبحان الله والحمد لله. فمسألة كثرة الثواب في العمل القليل لا تدل على ضعف الحديث مطلقا، بل فضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم، فوائده كثيرة، منها أولا جواز زيارة وعيادة المرضى من الكفار، ولكن عيادتهم وزيارتهم مبنية على المصلحة أو على وجه المقابلة. فالمصلحة في مثل هذا الحديث أن يحبب إلى الإسلام ويدعى إلى الإسلام، فنقول: إذا زرت وعدت هذا المريض الكافر ستدعو إلى الإسلام، فالحمد لله، هذا عمل طيب. أما أنك تزوره وتعوده محبة له ومجاملة له، فإن هذا لا يجوز. أما زيارته من أجل دعوته إلى الإسلام، ترغيبه إلى الإسلام، فإن هذا لا شك عمل جليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث: زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وإما يكون على وجه المقابلة والمجازاة، لأن هذا الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذ إن هذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وعاده من وجه على وجه المقابلة، أنه خدمه فزاره. فكذلك لو كان عندك عامل كافر ثم بعد ذلك يعني مرض، فإنك تعوده،
ترغيبا لهم في الإسلام وبيان محاسن هذا الدين، وأيضا على وجه المقابلة، على إحسانه، على تعامله الطيب، فيكون على وجه المقابلة. أما الزيارة مجرد الزيارة كما يفعله اليوم كثير من الناس من أجل الدنيا فإن هذا لا يجوز. فإذا زرت فادعو إلى الإسلام، أو على وجه المقابلة والمجازاة. وأيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن اليهود يجوز استخدامهم، لأن بعضهم يقول أهل الكتاب أنهم أهل الكتاب وهكذا، نقول يجوز استخدامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اليهودي وهذا الغلام، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الأب قد يكون في قلبه الرأفة والرحمة لولده ما لا يكون له لنفسه، فهذا الأب اليهودي عندما نظر إليه ابنه بعد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أبا القاسم، وظاهر هذا الحديث أن هذا الأب لم يسلم، لأنه قال أطع أبا القاسم، ما قال أطع رسول الله ونبي الله، لأن اليهود يقولون له أبا القاسم أو محمد جحودا منهم لرسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث، وهي من أهم الأمور، أن الإنسان يخلص دعوته لله سبحانه وتعالى، يجعل هذه الدعوة خالصة لوجه الله، ويكون هدفه في دعوته هداية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا هذا اليهودي وأسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله، حمد الله على هذه الفضيلة العظيمة، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلتكن أنت دعوتك بهذه الغاية وهذا الهدف، أنك تنقذ الناس من النار، تنقذ أهلك من النار، تنقذ أقاربك من النار، تنقذ قومك من النار، تنقذ الناس من النار بدعوتك الصادقة. فلذلك يبارك الله سبحانه وتعالى في الدعوة الصادقة وإن كانت قليلة، ولا ينتفع الناس بالدعوة الطويلة العريضة إذا لم تكن لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنظر في الدعوات الباطلة التي تقيمها كثير من الجماعات المنحرفة عن الإسلام، ماذا نفعوا الناس؟ ما نفعوا الناس، مع أن دعواتهم عليها تصرف عليها الملايين وتجند لها الجنود، ومع ذلك لم ينتفع العالم الإسلامي من دعوتهم، بل تضرر الإسلام منهم أكثر من أن ينفعوه. ولكن من كانت دعوته صادقة لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يبارك في دعوته، يبارك في دعوته إلى أن تقوم الساعة. وانظر إلى الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، فدعوته لا زلنا نتفيأ ظلالها ونستفيد منها، فأنقذ الله عز وجل به أمما من النار، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدع إلى نور السنة، حتى بارك الله في دعوته فقامت على إثرها دولة عظيمة بقيت إلى يومنا هذا. فلولا دعوة هذا الإمام المجدد ما قامت هذه الدولة، لأن هذه الدولة ما قامت إلا على التوحيد. وانظر في دعوات بقية الأئمة والمصلحين والأئمة الذين يذكرون إلى يومنا هذا، ومن ذلك ذكرنا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا المجلس. الشيخ محمد عبد الوهاب الآن مئات السنين من توفاه الله، ولكن لبركة دعوته ذكر في هذا المكان وفي هذا المجلس وترحم عليه. ولذلك الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل من أسباب بركة الدعوة. وانظر هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، هذه الدعوة الصادقة. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث ونختم به أنه يزار، أنه يعاد سواء الكافر أو غير الكافر من أجل دعوته وتذكيره بالله سبحانه وتعالى، خاصة في وقت احتضاره. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أبي طالب عمه، وفعل مع هذا الغلام عندما مرض زاره ودعاه. لذلك إذا علمت من رجل أن عنده شيء من المعاصي والحقوق ومرض في مرض موته،
فإنك في مثل هذه الحالة يستحب لك أنك تزوره وتدعوه وتذكره بالله سبحانه وتعالى حتى يتوب، حتى ينقذه الله عز وجل من النار بسببك وسبب دعوتك وزيارتك له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض عم أبو طالب جاءه وهو في لحظات الاحتضار، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها أحاج لك بها عند الله، ولكن مات على ملة عبد المطلب فكان من أهل النار. فهذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن الإنسان إذا علم من أخيه المسلم أن عنده حقوق، على أن عليه حقوق أو عليه ذنوب وموبقات ونحو هذه الأمور، أنه يزوره في مرض موته أو حتى في المرض الذي يعني لا يتصور أنه يموت منه، فيذكر بالله، لأن المرض بريد الموت، المرض بريد الموت، فيذكر ويستعتب ويعني يذكر بالله سبحانه وتعالى حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.